يمكن يتبادر إلى الذهن أن الموضوع هو عبارة عن مسابقة وتفوز ويفوز في هذه المسابقة العربية الأسرع، إنما الحقيقة الموضوع أكبر بكتير من أنها تبقى مسابقة بتقيس سرعة السيارة. خلينا أقول أن الطلبة بتتعلم في تصنيع السيارة دي العديد من نقدر نقول الدروس في برامجنا التعليمية. أول حاجة الإبداع والابتكار في المنظومة والبرامج التعليمية، وإزاي المشروعات التطبيقية بيحول الابتكار والإبداع إلى منتج يقدر بيه نفهم الصناعة الوطنية وتطوير الصناعة الوطنية. الحاجة الثانية الدراسات البينية، تخصصات مختلفة بين تخصصات مختلفة بتشترك في تصنيع هذه السيارة. اللي بيحصل ان الطالب بيتعلم ازاي يصمم، ازاي يحول هذا المنتج الى منتج يستطيع انه ينافس به فعلا ويطور الصناعة الوطنية. علشان كده فريق العمل في هذه المنظومة بيجمع العديد من التخصصات: اقتصاديات التصنيع، التصميم، حتى بنتكلم كمان القانونيين علشان يقدر ازاي يكون مشروع لريادة الأعمال. المسابقة الحقيقة بتقيس مدى نجاح السيارات المصنعة بأيدي، وبيبقى النهاردة بعد ما بيبتدوا الوركشوبس وبيكملوا في عملية التصنيع، في لجان بتقيس مدى نجاح الطلاب في التصنيع بناء على الأفكار اللي حطوها. النهاردة بنقيس سرعة العربية من خلال 22 كيلو كل عربية من العربيات اللي قصادنا الحقيقة بتقطعها. احنا السنة دي النسخة الخامسة زي ما ذكرت، السنة الجاية ان شاء الله هيبقى في طفرة في هذه المسابقات من خلال مشاركة الجامعات العالمية. والحقيقة هيبقى هدفنا اننا ازاي نطلع بمنتج جديد يفيد الصناعة الوطنية. احنا السنة دي في عندنا اكتر من 70% من المنتج اللي موجود في عربيات الطلبة تصنيع محلي. السنة الجاية ان شاء الله هيبقى المسابقة فيها برمجة للسيارات ذاتية القيادة. هنشوف العربيات اللي هتبقى كهربية زائد عربيات شغالة بالطاقة الشمسية. فده كله الحقيقة نقدر نقول ان احنا بقينا قادرين على ان يبقى فيه مسابقة رالي بالمستوى الدولي. في الختام انا عايز اشكر جميع الفرق المشاركة على جهودهم المبذولة وعلى روح التنافس الشريف اللي سادت طول فترة الرالي، واتمنى ليهم التوفيق. وطبعا اتوجه بالشكر للشركة المنظمة وأكاديمية البحث العلمي وجامعة عين شمس. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.